كورنر كده تصوير على السريع. هاشم وعمرو من المدخل، بعدين تروح كده ايه هنا نمشي. هنا في زقاق لسه ما ندخل الفتحة الجديدة، بس هذا الزقاق كده برضو في حاجة. هنا سكشن حق الثلاجة، اعتقد انه في هنا هذي ايس كريمز، حاجات كوتون كاندي. هنا شوية هذي الحاجات حقت زي كأنها البقالة العادية، هنا النورمال يعني جروسري. دحين ندخل على التوسعة، هذه منطقة التوسعة الجديدة ما شاء الله تبارك الله جميلة. ما لحقت الكب كيكس الأولاد اللي بيجي يحضروا، yeah it looks good يعني الأشغال حقتهم حلوين.